خلينا ناخد حد من سكان العمارة، الأستاذة دينا ذوالفقار أحد سكان عمارة الشربتلي. أستاذة دينا مساء الخير يا فندم. نور حضراتكم. أهلا بحضرتك أستاذة دينا، أهلا بيكي. أنا يهمني أستاذة دينا أعرف إيه اللي حصل من حضرتك واحدة من سكان العمارة. الحقيقة نموذج، اللي حصل في مصر نموذج. إن أول ما حصلت الحادثة اللي هي موضوع الحفار، نعم أوكي، وحصل هبوط بسيط ناحية عمود، بظرف ساعة واحدة كان في تصريح واضح من السيد كامل الوزير وهو الوزير المسؤول، نعم، على جميع القنوات بيطمئن الناس. نمرة اتنين بيقول إن هيتم الحقن فورا، نعم، اللي هي تحت العمود واصلاح الهبوط وكله، وان مفيش داعي للقلق نهائيا، وفي ظرف اسبوعين هيكون الموضوع ده منتهي. تمام. وقال كمان حاجة مطمئنة، لما تيجي من مسؤول وفي ظرف ساعة واحدة دي بتمنع البلبلة والإشاعات. صحيح. لأن اللي قدامنا هو اللي مسؤول. كنت من الناس اللي سابوا العمارة يا دينا؟ طبعا احنا كنت من الناس. أول ما حصل الهبوط أو الشرخ ده في العمود بسبب الحفار تم الإخلاء فورا في ثانيتها، ما فيش تأخير، وتم قطع على طول الغاز والمية والكهرباء وكله. نعم. كل المسؤولين كانوا موجودين في أقل من نص ساعة. تمام. أوكي، يعني عايزة أقولك الحاجة اللي هي هايلة اللي حصلت، إن التصريح فورا من الوزير المسؤول ده معناه منع تماما أي معلومات من أي جهة أخرى. صحيح، هو أي حد يدخل ويزايد بقى على الموضوع يعني. بالظبط. نمرة اتنين إن هم وعدوا وصدقوا سعادة الوزير والشركة المصرية الفرنسية اللي هي للأنفاق. أيوه. وكان في تجاوب غير طبيعي، وبعد أسبوعين بالفعل تم إصلاح الموضوع الهبوط اللي في الأرض والعمود، بل إن هم كملوا. فاكرة سيادتك الزلزال بتاع التسعينات؟ 92 الله لا يعود، وده كان فظيع. بالظبط. كان في كل العمارات بقى فيها شروخ بسيطة، مش شروخ مؤثرة، زادت شوية بسبب موضوع العمود، أو في ناس قالوا تهيأ لهم إن ده من آثار ده. صحيح. تجاوبت الشركة المصرية الفرنسية، وطبعا السيد كامل الوزير، أوكي، وكل الحاجات دي اتعملت، فزودوا الـ30 يوم 15 يوم. احنا من 26 يوليو يا فندم. ايوه. وادولنا كمان تعويضات لان مثلا ايجاد مكان تاني للسكن لكل شقه. صحيح. لغايه يوم 30، وبعد كده لما زادت 15 يوم كمان، مش لحاجه عشان ندخل العماره وهي ما فيهاش اي اعمال يعني. اوكي. ايوه. أيوة. فعملوا كده، يبقى خلص كل الشغل يعني، لما تدخلوا يبقى كل الشغل خلص. ما في شغل يحصل بقى. يحصل وانتوا ساكنين. بالظبط. عايزه اقول لحضرتك العمال، انا كنت كل يوم باجي بشوف. تطمني يا حرام. لا أيوة. وكمان بس الزرع لان ده روح مش حاجه كده. صحيح. وبنملى ميه من بره، بشوف العمال بقى اللي شغالين من الشركه. ايوه يا فندم، بقول لك كل المرافق مقطوعة، بيشتغلوا 24 ساعة، بيملوا مية من تحت ويطلعوا بيها، يشتغلوا بيها وسلوك كهرباء وبتاع. عمال أي كلمة مش قادرة، مفيش كلمة لاقياها. يعني بتحيي العمال، مش سيادة الوزير فقط، ولا والعمال، سيادة الوزير. ونمرة اتنين الشركة المصرية الفرنسية للأنفاق. نمرة تلاتة رجالة مصر، عمال مصر. أي. وعلى فكرة أنا مش عارفة أقول لهم إيه، ويا ريت إن كنت أقدر أعمل مليون حاجة. أول حاجة إن الدولة إدتنا ثقة، لما يطلع المسؤول ويوعد وينفذ وعده ده ثقة، وبتعلمنا ما ناخدش كلام من مصادر تانية. نمرة اتنين حاولت إن أنا عرفت إنه جاي النهاردة 9 الصبح. أي. أوكي، قلت لازم ورد، مش ورد يعني إن أنا
هجيب ورده، لا حاجه رمزيه. ما تحسيتك هتقدري تشكري ازاي مسؤول؟ فكرتي في ده لوحدك ولا كان حد معاكي تاني من السكان؟ لا دي تحت كان في السكان موجودين، لكن انا يا فندم من نيابه عننا كلنا. تمام. انا روحت جبت وردتين للوزير، سعاده الوزير، وملفوفين في ورد ابيض صغير كده منظر. حركة حلوة الحقيقة. الشركة الشركة المصرية الفرنسية، واهم بقى من ده، وقلت لسعادة الوزير، وهو عمل كده النهاردة وقد كده، هو رجل رائع. عايز اقولك إيه، هو اخ واب ولكل الناس والتواضع، وهو بنفسه صحيح. بقى سلم الورد لكل حد من العمال. انتوا على فكرة دي اللي هي صورة مدام صها في العمارة التانية. فين صورتي؟ صورتك طيب؟ فين الصورة؟ فين صورة أستاذة دينا ذو الفقار؟ أنا أبيض يا جماعة، وديتوني فين؟ دي صورتك أستاذة دينا. أيوة دي أنا مع سعادة الوزير. تمام. أوكي تمام. وأهم حاجة بصي، الورد الصغير الأبيض ده أيوة. ده بقى لسعادة الوزير. بصي لو تشوفي النهاردة العمال لما بقوا حواليه وهو بيدي لكل حد وردة بيضة، عايزة أقول لك حاجة، يعني ممكن ما أشعر مشهد حلو، مشهد حلو طبعا. والعمال نفسهم يا فندم، يعني بصي الموضوع ان تحسي باللي قدامك، الموضوع مش مبالغ ماليه ولا حاجه جامده. أيوه. الموضوع ان مجرد ان الواحد لازم يشكر كل حد عمل حاجه من اول بذل مجهود. صحيح صحيح. وانا صحيح. بطلب منك حاجه، دعوه بقى لكل المصريين، كويس؟ كل حد بيعمل حاجه حلوه، احنا ما نقدرش، اللي في امكانياته يقدر يعمل، اللي ما يقدرش بورده يشكر كل حد من اي حاجه رمزيه. صحيح صحيح. طيب استاذه دينا، سؤالي لحضرتك قبل ما اختم اللقاء واشكرك، شايفه انه السوشيال ميديا ساعدت في معرفه المسؤول بالمشكله؟ وبعد الحل ده، هل السوشيال ميديا هتأدي الدور الإيجابي تجاه إنجاز المسؤول أيا كان؟ مش بتكلم على السيد الوزير كامل وزيري فقط، لكن أنا هنا بكمل فكرتك الحلوة. أنا بقول السوشيال ميديا النهاردة لو كانت هي اللي عرفت الناس كلها باللي حصل لعمارة شارع البرازيل، هل النهاردة السوشيال ميديا برضو هتقوم بالدور بقى المعاكس، إنها زي ما حضرتك بتقولي كده العالم كله يعرف، زي ما العالم كله عارف برقم العمارة وبشارع العمارة دي، إنه يعني وعدوا وأوفوا، بل بالعكس بقى دول كمان رمموا حاجات تانية موجودة في العمارة ما كانش ليها علاقة بالعمود. هقول لحضرتك حاجة، قولي. إحنا كلنا مصريين، نعم، وإحنا مش بنزايد على حد. ايه اكتر حاجه تخلي عندنا ثقه؟ لما مسؤول يقول حاجه يوعد ويوعد ويلتزم. تمام. ده معناه ثقه وبناء ثقه. اللي انا شايفاه ان كامل بيه الوزير نموذج نحب ان يكون موجود في مصر كلها. ان الوزير وقت ما حاجه بتحصل هو المنوط، هو اللي بيطلع يتكلم، والالتزام او عدم الالتزام يبقى يرجع للوزير. صحيح. لما صحيح. هو يعمل كده يبقى لازم كلنا نقول ان ده شيء رائع. صحيح. أوكي؟ يعني ده شيء رائع، مصدر ثقة. اللي عايز بقى يزايد، وعلى فكرة في مشكلة بتحصل. ايه؟ ان انا نفسي كنت متابعة، يعني انا مطمنة ان سعادة الوزير والشركة المصرية الفرنسية مش هيغامروا بأساميهم ان اي كلام يحصل. صحيح. تلاقي الناس لا ده العمين اللي قال ومين بيشرف ومين اللي لجنة، لا ده هو الجان واللجان هندسية سعادة الوزير كمان حطاها من مركز البحوث ومن عين شمس وكله. نعم. على أعلى مستوى. إن صحيح. الناس هتراجع على الدولة، وإزاي ترجعوا وإيه اللي ضمنكم يعني مثلا لما دولتنا تحترمنا وسعادة الوزير يطلع ولجان من مصر وشركة كبيرة مش هتغامر باسمها، الشركة المصرية الفرنسية والشركات اللي جواها، نقوم احنا نشكك؟ فده مطلوب من كل مصري. نشجع الحاجة الصح. صحيح. وما تكون حاجة سليمة فيها بناء ثقة لازم كلنا نشيد بيها، وهو ده اللي بنطلبه من كل وزير في مصر وكل مسؤول يوعد ويشتغل ويوفي. حاجة في حي
نعم. زي ما بنشوف في دول تانية تلاقي رئيس الحي بيطلع بيتكلم صحيح. بيقول كده صحيح. بشكرك أستاذة دينا، بشكرك شكرا جزيلا، خليني